حقيقة واحنا بنتكلم عن أهم المطربين العرب، أهم الأسماء العربية اللي غنت بصوت عربي وبصوت مصري وبصوت له الكثير من النغم وبصوت عليه حلاوة غير طبيعية وبصوت فريد وخامة فريدة، هو الفنان الكبير والقامة الكبيرة العربية الفنان نبيل شعيب. منورنا عبر الهاتف، أهلا بحضرتك أستاذ نبيل في المساء مع قصوى. يا اهلا وسهلا فيك، حياكم الله. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك الله. منورنا جميعا ومنور مصر كلها ودايما بخير يا رب وعافيه. استاذ نبيل، دايما يعني ان شاء الله دايما انتم بخير ومصر بخير ان شاء الله. الله يخليك. خلينا نبدا الاول كده، كان في بقالي ساعه الاغنيه دي، يعني ما شاء الله ما شاء الله خلال ايام واسابيع محققه مشاهده كبيره جدا ومتابعه كبيره جدا وانتشار كبير، وهذه الاغنيه نقدر نقول انها فيها النكهه المصري واللهجه المصري. ممكن تكلمني حضرتك عن كواليس الاغنيه وعن يعني رد الفعل اللي جه لحضرتك على هذه الاغنيه بعد عرضها؟ والله يعني انا الحقيقه الاغنيه عملتها محبه لاخواني في مصر والجمهور المصري من زمان، وقفت لفتره مده ما عملتش اغاني باللهجه المصريه، فمن نوع من التواصل مع حبايبي في مصر ونوع من هذا، فحبيت اعيد التجربه مره ثانيه وعملت الاغنيه هذه، والحمد لله تبارك الرحمن حققت وايد مشاهده وحققت انتشار جيد مقبول، يعني انا بالنسبه لنا الحمد لله ربي لك الحمد يعني. الحمد لله دايما في نجاح يا رب. عايزه افكر حضرتك بحاجه، واغنيه ما اروعك، اغنيه ما اروعك مش بس صدى عربي كبير، لكن يتذكر دائما الاجيال المختلفه الفنان نبيل شعيل في مصر باغنيه ما اروعك. بتفسر بايه حاله المحبه الكبيره او التعلق الكبير بهذه الاغنيه من الجمهور المصري تحديدا والعربي ايضا يعني؟ والله لان الجمهور المصري دائما رائع، فيحب الروعه فهو رائع دائما. الحقيقة إيه والله جد يعني، والجمهور المصري ترى على فكرة صعب الوصول له. عندهم ذائقة خاصة وعندهم عنصرية بالسمع، بس الحمد لله قدرت أكسر هذه العنصرية وأدخل. هي ممكن هي ما تكونش ممكن يعني عنصرية، ولكن ممكن تكون محبة لكل ما هو مصري فائضة يعني. لا 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 لا، لا أنا مش قصدي مش عنصر، أقصد يعني عندهم انتماء لكل ما هو مصري، مسكين في جو معين. ايه، فيقول لك كل مصري فقط يعني، فالحمد لله اننا قدرنا نقترب النسبه هذه، وقدرنا الحمد لله نحقق في كذا اغنيه كمان ما اروعك، في عندك من البدايات من اغنيه سكه سفر، عندك ايضا اغنيه عينك على مين، دي ما شاء الله برضو اغنيه كانت صحيح مكسره الدنيا في مصر، فالحمد لله ربي لك الحمد يعني. بالتوفيق ان شاء الله الدائم. في اغنيه وطنيه حبيب عند حضرتك لطيفه جدا، مصر اللي هي، ده كان عمل فريد. نعم. حضرتك اخرجته ولا كان في اعمال اخرى كنت بتخطط ليها او بتخطط في الفتره الجايه لحاجه في اطار وطني مصر؟ هذا العمل، لا هذا العمل احنا عملناه كان في برنامج مشترك بين تلفزيون الكويت والتلفزيون المصري، فطلبوا ان نعمل تلفزيون الكويت كلفونا نعمل حاجه، فعملنا الاغنيه هذه. اللي عملوا الاغنيه هم نفسهم اللي عملوا اغنيه ما اروعك، اللي هو مشعل العروي ملحن والشاعر ساهر، هم اللي عملوا الاغنيه دي وعملوها، فاكره ما عملوها اللي هي ادهم الشرعاوي وفيها كذا قصص، فكانت اغنيه جدا من الاغاني الروعه. والحلو في الموضوع ان الاغنيه انشهرت الايام الاخيره، يعني من سنه كذا كسرت الدنيا وكل من يسالني عليها، فقلت لهم دي موجوده بقالها سنين، بس دلوقتي الناس انتبهوا للاغنيه وحبوها، خاصه ان فيها تتكلم عن الفن المصري، عن عظماء الفن في مصر وعن عظماء الفنانين، وتكلمت عن قصص من 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 من, من بعض القصص التراثيه. ادهم الشرعاوي كانت فيها فيها ادهم الشرعاوي. فده يعني خلى الجمهور استرجع الاغنيه مره اخرى. نعم نعم نعم. هل ننتظر من حضرتك يعني ان شاء الله في القريب العاجل بعد متابعه للمشهد المصري، هل هناك المزيد من الاعمال اللي ممكن تكون حتى في قالب وطني يخص مصر؟ والله ان شاء الله، ليش لا؟ احنا مشكلتنا احنا الان العالم كله ومصر بالذات مشكلتنا كلها احنا هذا المرض اللي خلانا كورونا، اللي نتمنى ان شاء الله تروح في حال سبيلها عشان نقدر نعيش حياتنا. انا الان تتكلميني واحنا عندنا في الكويت في قرار طلع امبارح انه راح يسكرون بكره، راح تتسكر الكويت جزئيا. فالله يكون في عوننا، احنا لا نقدر نتحرك ولا نقدر نسوي شيء، وعسى الله يلطف فينا ويلطف في المسلمين واخواننا، وخاصه انتم في مصر الله يلطف فيكم فينا وتنفتك من هالمشكله هذه. يعني قبل شوي ابني يقول لي انا نفسي اطلع من غير كمام، نفسي
بستعملش منظف يعني، خلاص تعبت. قلت له الله يكون في عونه بعد شو نسوي، امر الله يعني. ربنا ان شاء الله يزيح عننا جميعا هذه الغمه وعن الانسانيه جميعا يا رب. الملاحظ استاذ نبيل لحضرتك انه على الرغم من هذه الظروف، لكن الحقيقه لم تبخل على الجمهور باعمال فنيه، وكان لحضرتك اعتقد يعني حسب ما عدينا لو احنا عدينا صح حوالي 10 اغنيات خلال هذه الفتره، هل الرقم ده صحيح؟ لا اقل، هو تقريبا 6 اغاني. 6 اغاني يعني كان بالنسبه لحضرتك تحدي. 6 اغاني ودلوقتي في اغنيتين على الطريق يعني، واحده الاسبوع الجاي وواحده الاسبوع اللي بعده. ما شاء الله، بالتوفيق ان شاء الله استاذ نبيل. هل ده تحدي بالنسبه للفنانين في هذه الفتره اخراج المزيد من الاعمال على الرغم من هذه الظروف المحيطه بنا؟ لا، لان اليوم لا، لان الناس اليوم قاعده في بيوتها. فاسهل طريقه اليوم تصل لهم من خلال الميديا، ومن خلال توصل لهم من خلال اليوتيوب، والناس تسمع. الناس بالعكس تسمع احسن اليوم، لانها قاعده تسمع فاضيه فتسمعك، فهذا المقصود يعني. عايزة أسأل حضرتك عن متابعاتك للفن والطرب العربي بشكل عام ورؤيتك ليه خلال الفترة الماضية، وأيضا عن متابعتك للفن والطرب المصري بشكل خاص ورؤيتك ليه خلال الفترة الماضية. يعني شنو تبي وجهة نظرك؟ يعني كيف تنظر إلى الفن العربي أو تقييمك لخطى الفن العربي والطرب العربي في الفترة اللي فاتت، وننتقل أيضا إلى تقييمك أو رؤيتك إلى خطى الفنانين المصريين أو المطربين المصريين والانتشار العربي بالنسبة لهم. أول شيء أنا مو هذا مجال عشان أتكلم عن هذا الموضوع. اثنين، أنا ضد الإنسان اللي ينتقد حاجة هو 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 طرف فيها. أنا أترك هذا النقد للنقاد اللي يفهمونها واللي عندهم وجهة نظر. يعني حضرتك، أنا بالنسبة لي أنا أشوف الوضع كويس. أنا أشوف الوضع كويس وطبيعي، والناس قاعدة تشتغل وتجتهد، وكل واحد باجتهاده قاعد يحاول يقدم عمل. وبعدين ما في إنسان، ما في فنان ما يبي ينجح، كل فنان يجتهد ويبذل مجهود، لكن ساعات يكون يخون التعبير أو يقدر يكون إمكانيات على قده وما يقدر يوصل. بس ما أعتقد أكو فنان، يعني فنان بمعنى الكلمة، ما يبي ينجح. اكيد يبذل مجهود، لكن اللي كله مجتهد النصيب. ما انا ضد الانسان اللي يطلع يقيم الاخرين او ينظر على الزملاء. والفن لا حبيبي، الفن في كل مجال. في مثل يقول فن زمان، لا حبيبي، فن زمان والان والمستقبل. كله فن، كله راح يطلع، وكل جيل له فن الخاص ولا جمهور الخاص ولا حبايب الخاصين. فما يصير اقصي الناس، الاقصاء انا ضد الاقصاء. انا احب كل شيء جديد، واشجع الشباب واشجع الملحنين الصغار، واخذ عبيدهم واحب اعمالهم واسمعهم واسمع كل المطربين، انا اسمع الجميع وافهم واسلم. هاي ثقافتنا، السمع هي ثقافه الفنان. لازم يسمع. فانا ضد هذا الناس اللي المحبطين اللي دائما يقول لك الفن السنه دي في حاجه وده بيغني مش عارف. يا عمي اسكت، خلي الناس تعيش. بالنهايه احنا قاعد نقدم حاجه ترفيهيه ممتعه، ناس قاعد تجتهد وتبذل مجهود وتعب في استديوهات ويلحنون ويالفون. لكل مجتهد النصيب، كل واحد نصيبه، له جمهوره، ما يصير تلقيه، ما يصير تتكلم، يطلع وينظر، هذا الفن فيه وهذا اللي مش عارف اسفاف، ومش عارف يا عمي ما في، حتى زمان في اسفاف. صح ولا لا؟ يعني أنا أقدر أخذ ولا كلام غلط؟ لا لا، خليني يعني أخذ ملخص لكلام حضرتك، إنه حضرتك بتتقبل جميع أنواع الفنون اللي متاحة لأنه الجميع يجتهد ويسعى، وفي الآخر الجمهور هو طبعا اللي بيقيم أو بيطلق نظريته طبعا تجاه هذا العمل. طبعا. طيب انا ضد الشخص اللي يطلع متعنت ويهاجم الصغير والكبير ويعتبر نفسه انه هو بس اللي يفهم. لا حبيبي، في غيرك يفهم، مش بس انت. وانا عاصد ناس معينه، عارف اقصد مين. طيب. اي حد يطلع خاصه من الناس اللي مش شغالين بالسوق دائما ينتقدون. اي حد تركن قال لك الفن مش حلو والناس مش عارفه تغني. لا حبيبي، الناس ناجحه وشغاله، انت مش عارف تنجح معاهم. شكرا، فهمتيها؟ خلاص هي دي. استاذ نبيل، طيب عايز اسال. خلاص وصلت، انا جبتها لك على البلدي. انت مش فاهم اللعبه، خليك في بيتك، ما تقعدش تتنمر على الناس وتنمر عليهم، ده ما يفهموش ما يعرفوش. لا حبيبي، ناجحين وعندهم جمهور وشغالين العالم، انت قاعد بالبيت، قاعد بتكمل. طيب عايز اسال حضرتك، ازلب
عايز ادلب واقعد اشوف الاخبار الساعه 9 خلاص. طيب عايز اسال حضرتك الاستاذ نبيل عن يعني مواصفات الناقد الموضوعي للفن، اذا كان بعض انواع النقد بتزعج حضرتك او بتثير استياء. لو سمحتي خلاص انا قلت اللي عندي، مش هقول حاجه ثانيه، في حاجه ثانيه تفضلي. طيب موضوع النقد حضرتك ما بتحبش تتكلم فيه او ما بتتحفظ على اللي بيتقال؟ خلاص قلنا. طيب. لا قلت رايي خلاص، رايي واضح. طيب خليني أسأل حضرتك عن حاجة تانية يا أستاذ نبيل، إن شاء الله أو خلال الفترات اللي فاتت رغم التضييق يعني التضييق بسبب الظروف المتاحة في كورونا وكده، بعض الأعمال خرجت خلينا نقول بتخاطب الجمهور بشكل مختلف أو بنمط مختلف، ده كلام بعض الناس اللي بتتحدث إنه في طفرة جديدة في الفن أو في حالة جديدة بتحدث في الفن العربي عموما، مش نوع معين من الفنون. هل حضرتك بتتوافق مع ده، إنه شايف إنه الفن بدأ ياخد منحى جديد تزامنا مع الحالة المحيطة في كورونا، ولا إنه نفس النمط إحنا بنسير عليه؟ لا حبيبتي، ما دام في مستمع، في ودان سمعة ومبسوطة فيه، فخلاص هو نجح. شكرا استاذ نبيل. يعني ان شاء الله بعد ال ما فيش قواعد. بصي ما فيش قواعد، واحد يقول لك الاغنيه لازم تبقى 1 2 3. لا حبيبي، الاغنيه هي صاحبه زمنها، صاحبه الوقت بتاعها. الوقت زمان كان له اغنيه معينه محببه، لو غنيتي حاجه ثانيه هتضربي، لان لازم الناس تغني بالطريقه دي. الايام دي الناس بتغني بطريقه دي تبعها زمنهم، فلازم انت تغني زيهم. السميع الناس اللي بتسمع هم دول، فمنا ما نضحكش على بعضنا. اوكي انت بتسمع حراب اصحابك 2 3 4، اعمل الاغنيه انت ليهم وقعد معاهم في البيت سمعهم. لكن حتخش السوق وعاوز تنافس وعايز يبقى لك بانزات وعايز تبقى باليوتيوب تجيب ارقام هايله. لا، لازم تواكب الساحه. بس بحاجه واحده ممكن تواكب الساحه، بس ما تبقاش ما تبقاش يعني منحدر. لا، تواكب الساحه بفنك، تيجي انت قامد وتعمل حاجه اللي هم عاوزينها بس بفنيه عرفانه. وشكرا، شكرا جزيلا. هو ده باختصار. لو سالت حضرتك عن اقرب الاسماء لقلبك في الاطار اللي حضرتك تعاونت معاه، سواء من شعراء غنائيين او ملحنين، مين اكتر ناس اشتغلت معاهم حضرتك وليهم مكانه كده في قلبك ممكن توجه لهم رساله من خلالنا؟ كل اللي اشتغلوا معايا بموت فيهم، وكلهم حبايبي والحمد لله. انا علاقتي ما يعني عمري ما كلمت حد اشتغلت معاه، حتى لو اول مره اكلمه الاقيه بيحبني قبل ما اعرفه، ودي نعمه من رب العالمين الحمد لله. ليه؟ لان انا علاقتي مع الجميع حلوه، وما قلت لك ما دام ما تنتقديش الناس، ما عندي تطاول، ما تطاول على الاخرين، ما احاول، ماليش دعوه. انا حاجه بعملها لحالي، وفلان فلان يعمل حاجه حلوه وده يعمل حاجه حلوه، كلنا نتنافس على 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 ارضاء المستمع. والمستمع بالنهايه النتيجه الحاجه الحلوه هيتمتع فيها المستمع. فاحنا كلنا هدفنا المستمع انه ينبسط، فما دام انبسطنا المستمع فاحنا عاملين حاجه كويسه. فتلاقيني علاقتي مع الجميع حلوه، وبموت فيهم وكلهم حبايبي واصحابي. الناس كمان بتحبك استاذ نبيل، وجمهورك العربي والمصري حبيبي. كله بيحبك. خليني في الختام اخذ من حضرتك رساله الى الجمهور المصري والجمهور العربي من خلال منصتنا المساء مع قصوى. بس كل اللي اتمنى لهم الخير، واتمنى ان شاء الله ان الله يريحنا من هالوباء الغريب العجيب، ويأمننا في أوطاننا ويحفظنا كولدان عربية ويحفظ الأمة الإسلامية، ونعيش بس نحب نفسنا، بس نحب نفسنا ونحب جيراننا حنبقى كويسين. والله العظيم كل واحد يحب حارته، يعني أنا أحب نفسي وأحب قاري، والثاني يحب نفسي وحب قاره، خلاص حنبقى كويسين. يعني ارضى بحالتك بأي حالة، ارضى بحالتك حتى ربنا سبحانه وتعالى حيوفقك. ونعم يعني بالله. يعني في الناس، يعني نصيحتي ان اي حد شايف نفسه انه اقل من غيره، لا مش اقل، انت ربنا عادل، ادانا كلنا بنفس المستوى. الفقير الغني كلنا، يعني الغني اداله غنى وخفف منه الصحه. واحنا ادانا مثلا صحه مثلا فلان وخفف منه الغنى. ها؟ اوكي؟ وكذا. فكل واحد فيه عدل في كل حاجه، ربنا اعدل العادلين، فعدل ربنا حلو. في واحد لو اتغنى حيبقى يعني ما ينفعش. وفي واحد طول ما هو فقير يبقى جامد. وله في ذلك حكمه طبعا. ربنا كده موزع الارزاق، ربنا موزع الارزاق وعارفنا، الكتالوج بتاعنا عند ربنا، عارف ده ينفع وده ما ينفعش، فما تتبطرش على النعمه، قول الحمد لله وارضى بنصيبك، هتلاقي نفسك مرتاح. طول ما انت تفكر في غيرك مش هتنجح ولا هتعمل حاجه ولا حترزق.
ولا ربنا حيرضى عليك ولا حد يرضى عليك، عيش حياتك طبيعي، تلاقي ما تلاقيش حتعيش. وشكرا. يدوم على حضرتك التصالح والرضا ده استاذ نبيل. فيها يعني. يدوم على حضرتك. نعم؟ دايما بقول لحضرتك يدوم عليك التصالح والرضا ده ان شاء الله، ودايما بصحه وعافيه. شكرا لحضرتك، جربوها والله العظيم. انت اللي مشكورين وقواكم الله وكثر خيركم حبايبي. تعيش تعيش استاذ نبيل شعيل الفنان العربي الكبير، شكرا لحضرتك نورتنا، شكرا جزيلا.